معنى كل اللي يهمني ان انا لازم اظبط ان المتغيرات اللي بتتفاضل تبقى هي نفسها عدد المعادلات اللي انا بصنفها فيها. دي اول حاجه. بعد كده ببدا بقى ابص على معادلات السيستم، هل السيستم ده ستيدي ولا اون ستيدي؟ لو هو اون ستيدي يعني الترم بتاع الرو او البي او الجي اي واحد من دول هتلاقيه فاضل بالنسبه للتايم. طيب اول ما بشوف تفاضلات بالنسبه للتايم للفاريبلز بتاعتي بعمل ايه؟ بصنف بالطريقه بتاعت ايجين فاليوز. بصنف الايجين فاليوز ازاي؟ قال لي انا خطوات التصنيف العامه بعمل فيها ايه؟ قال لي بطلع مصفوفه اسمها فاي اللي هي تمثل الفاريبلز بتاعتي اللي بتتفاضل، وبطلع مصفوفه اسمها الاي اللي هي تمثل مصفوفه معاملات التفاضلات بالنسبه للاكس. مش كده؟ احنا ما بندرسش على المدرسة دي. مصفوفة معاملات التفاضلات بالنسبة لإكس لازم عددها أو الدايمنشنز بتاعتها عدد الأعمدة وعدد الصفوف يكون متوافق مع عدد الفاريبلز وعدد الإيكويشنز. طيب لو الاتنين قد بعض وبالتالي المصفوفة دي هتبقى مربعة 3 في 3 2 في 2 5 في 5 على قد معادلات. طيب نفس القصة بطلع البي اللي هي مصفوفة معاملات التفاضلات بس بالنسبة للواي. برضه نفس الكلام 3 في 3 4 في 4 6 في 6 حسب معادلات. آخر حاجة بطلعها مصفوفة اسمها إبساي اللي هي تمثل الريزيديو، يعني إيه البواقي للكميات اللي ما فيهاش تفاضلات. يعني إيه؟ يعني أنا عندي تفاضلات بالنسبة للدي، تفاضلات بالنسبة للإكس، تفاضلات بالنسبة للواي، هستبعد الترمات اللي فيها تفاضلات، والباقي من كل معادلة هيبقى نصه هنا. في المصفوفة إيه؟ إبساط. المصفوفة إبساط زيها زي المصفوفة واي، زي المصفوفة واي، عبارة عن كولوم ماتريكس. كل معادلة لها ترم واحد بس عندي. البواقي اللي في المعادلة الأولى أحطها هنا. الباقي اللي في المعادلة الثانية أحطها هنا لغاية ما أخلص الإيه؟ السيستم والبروجكت بتاعي. طيب يا محمد عشان لو الدي والاكس بس اللي موجودين عندي هعمل فيهم ايه؟ يبقى مصفوفه واحده بس اللي هتبقى موجوده عندي اللي هي دي. مش عارف ايه معادله واحده ومتغير واحد اللي بيتفاضل ما بقاش سيستم بقى المعدل الاولاني يعني احط على اول كتير احد المتغيرات بتاعي يعني الايه بتاعي معامل التفاضل المرضي بالنسبه للتي والبي ده معامل التفاضل المختلط بالنسبه للتي بالنسبه للاكس مثلا والسي هو معامل التفاضل المرضي بالنسبه للاكس ماشي بس ده مش اون ايكويشن ده غير حد السيستم اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي لو ايه واللي بيتفاضل واحد ولا اكتر اللي بيتفاضل اللي بيتفاضل مش انا بفاضل بالنسبه ليه؟ لا انا عامل اليو مع التي جوه تفاضل يو تي بالنسبه ليه طيب؟ دي مثلا انت مالفها يعني؟ ايوه لا ولا غير مش كده زي ما انت بتتكلم فيه؟ هخلي دي يو بشر تي بشر تي يعني واحد يبقى بقى يو بس زائد تي في بشر يو بشر تي ماشي؟ طيب انا دلوقتي بنتكلم عن السيستم اول حاله فيه الانستيدي. الانستيدي بصنفه ازاي؟ انا لو عندي مثلا معادله بارشال يو بارشال تي زائد بارشال في بارشال اكس مثلا الكلام ده بيساوي صفر مش ده حاجه زي اللي بنتكلم عليها وبعدين بارشال في بارشال تي زائد بارشال يو بارشال اكس مثلا حاجه زي اللي انت بتسال فيها اللي هو دلوقتي انا معايا اكس ودي صح؟ بس ده سيستم ولا هو ايكويشن؟ ده سيستم اوف فيرست اوردر صح؟ متغيرات اللي بتفضل عباره عن ايه؟ معايا واحدين معايا متغيرين بيتفضلوا يبقى الدنيا ماشيه تمام. طيب اول ستيدي يبقى انا عامله زي قديم هطلعه ايه؟ هطلعه ايه؟ كلام مره
فين مثلا بشر دي بشر واي؟ فين مثلا سالب بشر دي بشر واي؟ هطلع بقى مصفوفه المعاملات لدول بالنسبه لاكس احطها هي ايه؟ وبالنسبه لواي احطها في البي. مفيش حاجه هنا بعد الترمينال الفاضي، يعني في اي كميه في المعادلات ظهرت ما تبقاش فاضي؟ لا، يبقى الاكساي الخانه بتاعتها كلها تبقى ايه؟ بالصفر. بعد كده هبدا اشوف السيستم ده انستيت، يبقى الخطوات اللي هي المواصفات اللي انا بجيبها دي كلها مشتركه معايا في كل التصنيف بتاع كويس اوردر. بعد كده ابدا ابص لو ده انستيت ولقيت فيه المصفوفه ايه والمصفوفه بي، هعمل ايه؟ قال لي هطرح نمبر من عناصر الفطر الرئيسي، وبرده نفس القصه هطرح نمبر من عناصر الفطر الرئيسي بتاعي بي، وبعدين هطلع الاي فاليوز دي ان انا ساوي المحدد ده بعد ما طرحت نمبر من عناصر الفطر الرئيسي بصفر واطلع قيم اللمبه، هتطلع حاله من اربعه يا ريال ستيبل وبالتالي هايبربوليك سيستم. ماشي؟ الحاله الثانيه ريال بس ريميديو، فبالتالي السيستم يبقى ايه؟ بارابوليك. طيب كومبلكس يبقى ايه؟ ميكس ما بين الريال والكومبلكس، يبقى بالتالي ميكس ما بين الهايبر والايه؟ والريال. دول الاربع حالات اللي عندي. طيب الكلام ده ينطبق على دول وعلى اللمضه اللي هي الايجن فاليوز اللي هتطلع من هنا، يعني ممكن في سيستم تلاقي دي وتلاقي دي. هحسب الايجن فاليوز لدي واحسب الايجن فاليوز لدي طبقا لنوع الايجن فاليوز هنا. احدد نوع السيستم من حيث الدي والاكس هنا نفس الحكايه بس من حيث الدي والايه؟ والواي. طيب لو انا شغال ستدي هبدا اعمل ايه؟ نفس دول اطلع الواي والاي والدي والاكس. طيب بعد كده اشتغل بايه؟ الحاله العامه بتقول لو انا عندي اكثر من معادلتين هشتغل بحاجه اسمها ان اكس وان واي والمصفوفه تي. المصفوفه دي كانت بكونها ازاي؟ ان بضرب ان اكس في جميع عناصر مصفوفه اي وان واي في جميع عناصر مصفوفه بي واجمعهم على بعض. بعد ما تجمعهم اللي انت طلعته ده اسمها المصفوفه تي. ساوي لي المحدد بتاعها بصفر وقول لي القيم بتاعت ان واي على ان اكس بكام؟ ماشي؟ طبيعه قيم ان واي على ان اكس هي نفس طبيعه قيم اللمبة حالة من أربعة، يا ريال ديستنكت يبقى هايبربوليك سيستم، يا ريال ريبيتد يبقى بارابوليك، يا إما كومبلكس يبقى السيستم بتاعي إليبتيك، يا إما ميكس ما بين الريال والكومبلكس يبقى السيستم ميكس ما بين الهايبربوليك والإيه؟ والإليبتيك. طيب الحالة الخاصة بتاعت الاتنين في اتنين برضه هطلع لها دول، بس كل اللي فيها هحسب محدد الإيه؟ اللي هو هيبقى اتنين في اتنين. ماشي؟ وأطلعه بقيمة اللي هو هسميه بي واحسب محدد البي واطلعها بقيمة اللي انا هسميه كيو كيو، وبعدين اكون حاجة اسمها الار من محدد المصفوفة اللي هي ومحدد المصفوفة بي، بس مع استبدال العمود الثاني هنا هشيله واحطه هنا، والعمود الثاني اللي كان هنا هشيله واحطه هنا. هحسب قيمة المحدد الأول زائد قيمة المحدد التاني، الناتج ده انا بسميه الار. طيب اكتر غلطه الناس بتقع فيها انه بيعامل المحددات زي المصفوفات، يجمع كل عنصر على عنصر بيناظر له، المحددات ما فيهاش كده. لا، المحددات تطلع لي قيمه الاول وتشوفها بكام وتجمع عليها قيمه التاني، مجموع الاثنين ده ساعتها هو اللي يديلك الايه؟ الار. طيب طريقه التصنيف في الحاله دي اللي هي بتاعت الحاله الخاصه اللي هي الاثنين في اثنين نفس وان ايكويشن اوف سكند اوردر، بس الاختلاف في المسميات. انا هنا عندي حاجه اسمها اتش اللي هتساوي ار تربيع ناقص 4 بي كيو، تناظر هناك بي تربيع سالب 4 اي سي، نفس الشروط هي نفس الشروط، اقل من صفر يبقى اليبتيك، بتساوي صفر تبقى بارابوليك، اكبر من صفر تبقى هايبر. كده احنا خلصنا الفيرست اوردر. طيب بالنسبه للسكند اوردر ريدكشن كنت بعمله ازاي؟ احنا قعدنا نتكلم ساعه دي هضيعناها عشان الناس اللي جنبها. السكند اوردر ريدكشن كان عباره عن ايه؟ ان انت بتشوف الترمات السكند اوردر اللي ظهرت معاك عشان تعمل بيها ايه؟ تختزلها الى فيرست اوردر تيرمز. ازاي؟ قال لي كان عندي مثلا
بارشل 2 يو بارشل واي تربيع دي عايز اختزلها. ما هو اللي بيخلي السيستم سكند اوردر ايه؟ ان في كميات جوه المعدات متفضله مرتين، فبالتالي انا عايز اطلع الكميات اللي متفضله مرتين دي واخليها عباره عن تفاضل مره واحده. ازاي؟ قال لي لما اخلي بالنسبه للواو. طيب انا عشان اخلي دي فيرست اوردر هسمي ده كله ايه؟ او بي، اي حاجه، اي متغير. وبالتالي الكميه دي تطلع بارشل ايه؟ بارشل الواو. يبقى انا كده حولت سكند اوردر تيرم الى فيرست اوردر تيرم. ماشي؟ هعمل القصه دي لكل السكند اوردر تيرم اللي ظهرت معايا في المعادلات. يعني النهارده اللي فات لما جينا نحل الثلاث معادلات كان عندي كام تيرم ظهروا فيهم سكند اوردر؟ اربع ترمات، مش كده؟ بارشل 2 يو بارشل اكس تربيع، بارشل 2 يو بارشل واي تربيع، بارشل 2 في بارشل اكس تربيع، بارشل 2 في بارشل واي تربيع. يعني يو متفضل مرتين بالنسبه لاكس، ويو متفضل مرتين بالنسبه لواي، وفي متفضل مرتين بالنسبه لاكس، وفي متفضل مرتين بالنسبه للواي. طيب خلي بالك ان انت كان عندك الثلاث معادلات ثلاث مجاهيل اللي هما كان اليو والفي وكان البي، فبالتالي كان عندي ثلاثه وانا هفقد اربع فروض، يبقى هجيب له اربع متغيرات جداد، وبالتالي المعادله بدل ما المعدلات بدل ما كانوا 3 في 3 لا ده بقوا 7 معدلات في 7 مجاهيل، فالسيستم بتاعك بقى 7 في 7. يعني وانت بتجاوب الايه والبيئه انا متوقع ان هم يبقوا 7 في 7، وبعدين هتجمعهم ان انت لما تضرب ان اكس في ايه زائد ان واي في البي فهيطلع لك المصفوفه دي برضه هي كمان 7 في 7. ساوي لي محدد التي ساعتها بصفر وقول لي قيم ان واي على ان اكس بكام لما تفك المحدد ال 7 في 7 بكام. ماشي؟ فبالتالي انا بحاول اقلل الفروض على قدر ما اقدر، صح؟ طيب على قدر الامكان هقلل الفروض ازاي؟ قال لي لو لقيت زي المساله اللي فاتت بارشل يو بارشل اكس انت كنت فرضته مثلا ب بي، طيب واحتجت ان انا افرض بارشل بي بارشل واي وليكن بحاجه اسمها دي، فلقيت ان في ايكويشن عندي بتقول ان بارشل يو بارشل اكس زائد بارشل بي بارشل واي بيساوي صفر، يبقى معنى كده ان واحد بيساوي سالب الثاني. فلو لقيت ان انا فرضت البارشل يو بارشل اكس بي فساعتها اقدر اقول ان بارشل بي بارشل واي سالب بي، يبقى انا خليت الاثنين دول ساعتها بدل ما كانوا متغيرين اسمهم بي ودي لا خليتهم متغير واحد، واحد بقى بي واحد سالب بي، سالب دي هتطلع بره وما ضفتليش متغير جديد. ماشي كده نلخص الكلام اللي احنا قلناه في السيشنين اللي فاتوا. نعم تمام. لو مفيش اتفاق بالنسبه لهو ده يعني كده؟ هعتبره كده عامل استوديو ولا استوديو لا هو في ولا مفيش؟ ماشي يبقى السيستم بتاعي اول استوديو، يبقى انا اشتغل بطريقه التصميم بتاعي الاول استوديو اللي هو بعمل ايه؟ هيبقى عندي ساعتها في الحاله دي هيبقى عندي مصفوفه واحده اللي هي الايه؟ البي مش موجوده اصلا. طيب ايه هكونها ازاي؟ مصفوف معاملات التفاضلات بالنسبه لاكس، يبقى ظهر عندي فيها ترمين. الايه؟ هتبقى بالمنظر ده. هنا بارشل بي بارشل اكس وهنا بارشل بي بارشل اكس، دي المعادله الاولى ودي المعادله الثانيه. معامل بارشل بي بارشل اكس في المعادله الاولى كانت بواحد وده مش موجود. طيب المعادله الثانيه بارشل يو بارشل اكس معادلها بواحد، وبالتالي ده هو اللي مش موجود، راح لمده من ده ولمده من ده، وبعدين سوي لي المحدد ده بصفر وطلع لي تاني الايه؟ اللمده اللي اتحقق من المحدد ده بصفر. يعني فك المحدد وشوف اللمده عشان تخلي القيمه دي بصفر هتساوي كده. طلعت بقى لندا واحد ولندا اثنين لان دي هتطلع معادله ترجعيه، السيستم بتاعي 2 في 2 فانا عارف ان لندا لازم يطلع لها في 200، يبقى انا معايا 2 ايجن فاليو، يا يطلع لي 2 ريال ديستنكت وبالتالي هيطلع هايبربوليك، يا اما يطلع لي 2 ريال ريل فيطلع السيستم بارابوليك، يا يطلع لي 2 كومبلكس وبالتالي السيستم يطلع الكتريك، يا يطلع ميكس ما بين
الاثنين. هو ينفع ميكس زي ما قلنا مره كان ينفع ميكس؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الكونجكس لما بيظهروا مع بعض كونجكت مع بعض، فبالتالي لما يبقى عندي جذرين واحد فيهم طلع كونجكس لازم الثاني يطلع كونجكس المرافق بتاعه، وبالتالي لما يبقى سيستم اثنين في اثنين استحاله انت تطلع لي ميكس. يبقى المعادله دي المعادلتين اللي هعمله معادله ار ستيبل. فطالما في تواجد معايا الفيوز فورزر يبقى ما ينفعش اعمله دول اكس واي. لا انا واخد حاله خاصه لتصنيف الار ستيبل يبقى انا هعمله على الار ستيبل. لو انا ايه؟ تمام نفس القصه. اقسم على ان اكس عشان تخلي المعادله كلها كل ان واي مقسوم على ان اكس. بس كده وكده عمر ما هتلاقي ان اكس متفاوض. ما انت ضارب ان واي مصفوفه ايه وان اكس مصفوفه ان اكس مصفوفه ايه وان واي مصفوفه بي. ماشي؟ فبالتالي عمر ما هتلاقي ان اكس بالمقام لوحدها. انا كل اللي بعمله لما بلاقي ان واي تربيع يبقى انا عارف ان انا محتاج اقسم المقدار ده على ان اكس تربيع. الاقي ان واي تكعيب يبقى محتاج اقسم على ان اكس تكعيب. فانا بظبطها بحيث ان المعادله كلها تطلع ان واي على ان اكس في كل ترمات. شفتوا في الموضوع اللي فات اتكلمنا عن ان اكس؟ اتكلمنا عن تيرو سيرو صح؟ خليني اللي هو اول جزء شكرا عشان كده تيرو سيرو ينفع اسميها ايه؟ عشان كده كان تكتب اجيب التفاضلات يا اما فورورد يا اما باكورد يا اما سنترال من خلال المعادلات اللي انت هتستخدمها للتول اللي تيلور اكسبانشن. ازاي؟ قال لي انا عايز اشتغل فورورد واحسب التفاضل في الاول، فيبقى هشتغل طالما فورورد يبقى اول معادله هحطها على الصفوره اف اوف اكس زائد دلتا اكس اللي احنا ينفع نسميها اف اوف اي زائد الواحد. الكلام ده بيساوي ايه بالتيرور؟ اف اوف اكس زائد دلتا اكس على واحد برضه اللي بتضيف فرضيه على حاجه برشا بيفرض برشا ليه؟ برضه بتضيف فرضيه على حاجه ازاي؟ دلتا اكس تربيع على حضور اثنين برشا اثنين اف برشا اكس تربيع وهكذا. لو عايز اطلع التفاضل الاول خليك معايا. لو عايز اطلع التفاضل الاول باقل دقه هشتغل باول معادله بس وبعدين اهمل كل الترمات اللي بعد كده لاني مش معايا التفاضل الثاني وبالتالي مش هعرف اجيب ترمته، وبالتالي لو سبت الترم ده معناها ان انا ملزم عشان احسب ده ملزم ان انا احسب ده الاول. طب ازاي ده انت عايز ايكويشن واحده؟ يبقى بالتالي ههمل من اول المقدار ده اللي سميناه اوردر اوف دلتا اكس تربيع. الاوردر بحددها بناء على ايه؟ الاس بتاع الدلتا اكس. لا يهمني المعامل ده موجب ولا ثاني، ولا يهمني 100 ولا 1000 ولا 1 ولا 1 ولا 10. انا كل اللي يهمني دلتا اكس مرفوع على الاس كام؟ يبقى المقدار ده في دلتا اكس متربعه، يبقى بالتالي لو انا عايز اهمل من اول هنا هقول المقدار ده اوردر اوف دلتا اكس تربيع. الاوردر اوف دلتا اكس بتحدد لك الدقه عشان ايه؟ عشان لو الدلتا اكس دي مقدار واقع ما بين الصفر والواحد، يعني بالتالي قيمته بكسر، كل ما ارفعه الاس كل ما قيمه الدلتا اكس اس ان هتقل، كل ما الاس ده زاد كل ما قيمه الدلتا اكس اس ان بتقل، وبالتالي المقدار نفسه اللي انت اهملته بيقل، فده يزود لك الدقه بتاعتك في الحل. طيب لو انا عايز اجيب ده باقل دقه، طيب انا اهملت ده. طيب قلنا مجرد نظر المره اللي فاتت انا اهملت من الاول ده صح؟ وده معامله ايه؟ دلتا اكس. ما انا عارف ان انا في النهايه هطلع الكلام ده اوردر في دلتا اكس بس. طيب كنت بعمل القصه دي ازاي؟ هو دي الناحيه الثانيه من الشرح الخالصه واقسم هو دي الناحيه الثانيه بالمره تبقى اوردر في
الناحيه الثانيه سالب وتر ضد الاكس اللي قلت لك انا ما يهمنيش السالب والموجب ولا يهمني قيمه المعادله. الكلام ده كله انا محتاج اقسمه على معادله برشا دي في برشا اكس عشان اطلع قيمته دي هتتقسم على ضد اكس والمنظر ده وده يتغير التربيع. فده يطلع لك برشا دي في برشا اكس مثال اف اكس ضد اكس منظر اف اكس على ضد اكس. الكلام ده برضه في ضد اكس. طيب لو انا عايز اطلعه بس اوردر ضد اكس تربيع يبقى انا محتاج ايه؟ احنا شغالين فورورد لسه صح؟ كلام ده اف اكس زائد دلتا اكس على موجب واحد فانكشن اف فانكشن اكس زائد دلتا اكس تربيع على موجب اثنين فانكشن اثنين اف فانكشن اكس تربيع هكذا. انا عايز اطلع ايه؟ عايز اطلع ده بس في اوردر دلتا اكس تربيع يبقى انا لازم اهمل من اول اوردر دلتا اكس تكعيب. يبقى ده لازم تشوف لي صوره مش هينفع اعمله. امال هعمل ايه؟ قال لي هكنسله. ازاي؟ قال لي هروح جايب المعادله الثانيه انت شغال فورورد يبقى المعادله الثانيه بالنسبه لي اكس زائد 2 دلتا اكس الكلام ده اف اوف اكس زائد مقدار التغير سواء بالموجب او بالسالب احطه هنا يبقى 2 دلتا اكس على مضروب واحد فرشل اف فرشل الاكس دي المفروض زائد 2 دلتا اكس الكل تربيع يبقى الكلام ده 4 دلتا اكس تربيع على مضروب 2 برشل 2 اف برشل اكس تربيع زائد برشل اوردر دلتا اكس تكعيب. طيب انا عايز اطلع اكس تفضل الاول طلعه ازاي؟ قال لي كل اللي فيها انا عايز اكنسل الترم ده عشان مش معايا قيمته وفي نفس الوقت مش عايز ابدا اشطب من اوله عشان المقدار ده مش يطلع اوردر ودلتا اكس زي اللي فوق. فبالتالي عملت ايه؟ هكنسل الاثنين دول مع بعض ازاي؟ هضرب المعادله الاولى في سالب 4 واجمع الاثنين على بعض وبالتالي الترمات اللي كانت تاخد الثاني هتتكنسل والاوردر ودلتا اكس تكعيب هتطلع معايا الاخر لما اجي اقسمها على دلتا اكس تطلع اوردر ودلتا اكس تربيع. ماشي؟ طيب القصه دي برضه ينفع استخدمها عشان اعمل منها حاجه ثانيه. ايه هي؟ لو عايز احسب التفاضل الثاني بس اوردر اوف دلتا اكس بس هعمل ايه؟ انا عايز احسب ده يبقى حد عايز تحسب ايه؟ وبدقه كاس ادي عايز احسب بارشل 2 اف بارشل اكس تربيع انا بعلمك واحده واحده عشان ما تحفظش بارشل 2 اف بارشل اكس تربيع ده انا عايز اطلعه واوردر اوف ايه؟ قال لي دلتا اكس ده معادله في دلتا اكس تربيع صح في المعادله بتاعتي وانا عايز الاوردر دلتا اكس وانا لازم اهمل من اول اوردر في دلتا اكس ده كعيب يبقى انا ماشي كده مظبوط. طيب وبعدين انت عايز تطلع ده بس المره دي المشكله في اللي ورا اللي هو برشل اف وبرشل اكس فانا بقول لك ينفع استخدمه وانا طلعت خلاص ده من فوق حطولي بقى في المعادله الثانيه. لا انا بقول لك انت عايز تستخدمه عشان تطلع ايه؟ طيب انا عايز اطلع ده يبقى انا لازم اكنسل دول واللي بعد كده دول مش هيعملوا لي مشكله لان انا عايز اوردر في وبدلتا اكس. طيب اكنسل دول ازاي؟ هضرب في سالب 2 واجمع الاثنين على بعض. طيب لو عايز ده اوردر بدلتا اكس تربيع فده معناه ان انا هبدا اهمل من اول اوردر بدلتا اكس اس 4 يبقى انا هكتب الترم اللي جاي ده بتم وبعدين اوردر دلتا اكس اس 4 دي ابدا اكتبها كاوردر نفس القصه من هنا تحت لا دلتا اكس 8 دلتا اكس تكعيب على مضروب 3 بارشل 3 اف بارشل اكس تكعيب زائد اوردر دلتا اكس اس 4. القصه اللي انا عايز اطلع منها ايه؟ ده الترمات دي لا هكنسلها يبقى التفاضل الاول والثاني مش هكنسله وقلت له بصوره اوردر
وانا معايا قمه، فبالتالي لازم اطيره من خلال المعادلات. عايز تطير كام قمه؟ قال لي انت اقصى حاجه هتستخدم المعادلتين طير واحد عشان تطير ايه؟ قمه واحد. يبقى اكيد انا لازم احتاج معادله جديده. انا شغال فورورد زي ما هو فرض عليا. الكلام ده لو باركود كله هيتغير، دي هتبقى سالب ودي هتبقى سالب. يبقى اكس زائد 3 دلتا اكس. الكلام ده يساوي ايه؟ يبقى اكس زائد 3 دلتا اكس على مضروب 1 برشل اكس زائد 9 دلتا اكس تربيع على مضروب 3 برشل 2 اف برشل اكس تربيع زائد 27 دلتا اكس تكعيب. الكلام ده على مضروب 3 برشل 3 اف برشل اكس تكعيب زائد اوردر دلتا اكس 4. انا عايز اطير التفاضل الاول والتفاضل الثاني عشان احصل على الثاني بدلتا اوردر اوف دلتا اكس تربيع. اعمل القصه دي ازاي؟ هستخدم دي عشان اطير وليكن الاول. اعمل ايه؟ اضرب الجمله في سالب 2 واجمعها على دي. يبقى انا طلعت معادله خالص. طلعت معادله من الحركه دي فيها ايه؟ قال لي فيها التفاضل الثاني فيها التفاضل الثاني. يبقى المعادله دي هيبقى فيها بارشل 2 اف بارشل اكس تربيع وبارشل 3 اف بارشل اكس تكعيب. طيب وبعدين؟ قال لي ينفع تستخدم دي او دي. يبقى المعادله الجديده اللي انا هقولها دي استخدمها مع دي استخدمها مع دي عشان اكنسل برضه نفس التفاضل اللي هو التفاضل الاول. ازاي؟ قال لي لو انت استخدمت دي مع دي هضرب الاولى في سالب 3 واجمعها على الثالثه. هطلع الاولى والثالثه دول معادله فيها التفاضل الاول بيتكنسل وفيها ايه؟ التفاضل الثاني له معادل والتفاضل الثالث له معادل. الاوردر هنا دلتا اكس اس 4 الاوردر هنا دلتا اكس اس 4 وده معامل دلتا اكس تربيع وده معامل دلتا اكس تكعيب. ده معامل اوردر دلتا اكس تربيع وده اوردر دلتا اكس تكعيب. بعد كده انا عايز التاني. خلي بالك ان الاثنين اللي انا طلعتهم دول ينفعوا يعملوا لي برضو حاجتين. هي نفس ضربات الحل لغايه هنا. لو انا عايز ايه؟ يا التفاضل التاني اوردر دلتا اكس تربيع يا التفاضل الثالث اوردر دلتا اكس بس. ليه؟ قال لي لو عنه اتفقنا ان هو اوردر دلتا اكس تربيع ولو عنه اوردر دلتا اكس تكعيب. فانا لو جيت اختصرت المعادلتين دول مع بعض اختصرت فيهم الترم ده هحصل على التفاضل الثالث. بس لما تيجي تصفيه الاوردر دلتا اكس اس 4 دي هتتقسم على ايه؟ 3 على حاجه بقى دلتا اكس تكعيب فتطلع اوردر دلتا اكس بس. انما زي ما انا طالب دلوقتي لو انا كنسلت الترمين دول هطلع التفاضل الثاني بس الاوردر بتاعته اكس تربيع هتبقى الاوردر دلتا اكس اس 4 مقسومه على المعامل ده اللي هي حاجه بقى دلتا اكس تربيع. ماشي يا جماعه؟ طيب اظن كده الدنيا وضح شويه في تيلور سيريز وازاي بستخدمها؟ ازاي بستخدم تيلور سيريز؟ احدد الاول انا شغال فورورد ولا باكورد عشان ابدا ارسله اول معادله. بعد ما ترسله اول معادله شوف انت عايز تحصل على ايه؟ وبدلتا اوردر ودلتا اكس والسكان. بعد كده ابدا احدد الترمات اللي انا محتاج اكنسلها وعلى قد الترمات دي هقدر اضيف بعد كده معادلات. ماشي؟ طيب الكلام ده بالنسبه لتيلور سيريز. لو قال لك ان انا هشتغل سنترال الدقه في السنترال بتتحسن عشان ايه؟ عشان في ترمات اصلا بتكنسل بعضها. ليه؟ لان الاشارات ماشيه معايا في الاف اكس زائد دلتا اكس والاكس ناقص دلتا اكس. الاشارات ماشيه معاك ازاي؟
في الاكس زائد دلتا اكس كلهم موجبين. انما في الاكس ناقص دلتا اكس مره موجب ومره سالب، مره موجب ومره سالب. وبالتالي هتلاقي ترم معاك وترم متكنسل تلقائي، ترم معاك وترم متكنسل تلقائي لو انت جمعت المعادلتين حتى لو ما حطيتش اي معاملات، يعني مش كان لازم تضرب الاولى في كذا وتجمعها على الثانيه، لا ده انت لو جمعت الاولى والثانيه بس على بعض هيكنسلوا المعادلات بتاعك نص السين. طيب تاني طريقه بجيب منها التفاضلات اللي هي اسمها استخدام الاوبريتورز او الريكرنس كوميوت. ايه الريكرنس دي؟ قال لي الريكرنس دي هي الدلتا والنقص. دلتا اكس دلتا اف او ده للفورورد اوبريتور. ده فورورد اوبريتور لما باجي اضربه في الاف اي يخلي لك دي اف اي زائد واحد ناقص الاف اي. في واحد زيه للباكورد لو ضربته في الاف اي او معنى صح جبته للاف اي ده بيخليها لك اف اي ناقص اللي قبلها اللي هي اف اي ناقص واحد. يبقى انا لو عندي دلتا قبل الاف اي هزود على ده واحد واطرح ده. ان انا لو ضربت اكس للاف اي استخدم ده زي ما هو وبعدين هطرح منه قيمه ده بس عند السبسكريبت ده ناقص واحد. ماشي؟ طيب بالمثل لو انا معايا دلتا اكس للاف اي ناقص 3 دي تطلع بجانب هنزود على ده واحد ناقص ده زاد نفسه مش كده؟ يبقى اف اي ناقص 2 ناقص اف اي ناقص 3. طيب ولو معايا نمبر اكس للاف اي زائد 8 ده ناقص ده ناقص 1 يبقى اف اي ناقص 8 زاد نفسها ناقص اف اي زائد 7. ماشي؟ طيب يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هبدا بقى ان انا استخدم دول ان انا اطلع منهم التفاضلات. طيب علاقتهم بالتفاضلات ايه؟ لو انا دلوقتي عايز اجيب التفاضل وليكن الثاني او الثالث في الفورورد او الباكورد. هل لو انت عايز تشتغل فورورد وعايز تجيب التفاضل رقم كام؟ برشل اف وبرشل اكس. احسبه ازاي؟ قال لي ده دلتا اكس اس ان للاف ار على دلتا اكس اس ان. الكلام ده يدي لك دلتا اوردر اوف دلتا اكس. ماشي؟ طيب الكلام ده في الفورو. ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ دي الستيب سايز، الفرق ما بين النقطة واللي وراها على محور الاكس. النقطة واللي وراها الدلتا اكس ما بينهم قد ايه؟ انما دي ده الاوبريتور اللي انت هتشتغل عليه. طيب بالنسبة للباكورد نشوف الكلام ده هيحصل ازاي دلوقتي. قال بالنسبة للباكورد بارشال ان اف وبارشال اكس اس ان الكلام ده هيساوي بدل دلتا هتبقى لندا اكس نفس القانون بقى اف اي على دلتا اكس اس ان برضه هيدي لك زي برضه روح دلتا اكس. ماشي؟ طيب ناخد مسألة من اللي معانا. اوردر اوف دلتا اكس تربيع. قال لي هستخدم ايه؟ قال لي هستخدم قانون في دلتا وفي نظم. يعني لو انا عايز احسب بارشل ان اف بارشل اكس اس ان بس اوردر اوف دلتا اكس تربيع الكلام ده بيقول لي
بارشال ان اف بارشال اكس بالسالب هيساوي دلتا اكس زي لندا اكس. ليه بقى؟ الكلام ده اكيد على دلتا اكس بالسالب برضه، بس ده هيبقى اوردر دلتا اكس تربيز. قال لك لو انا عندي ان دي عدد زوجي هنا بس عددين دلتا اكس والسالب ده الاجابه التربيه. لو انت عندك عدد زوجي يبقى انا ساعتها هشتغل باي ناقص ان على 2 واي زائد ان على 2. يعني انا لو بجيب تفاضل رابع هتبقى دي دلتا اكس ديوس ان وديوس ان دلتا اكس اس 4 للاف اس اي ناقص 4 على 2 زائد لابدا اكس اس 4 للاف اي زائد 2. طيب لو انا عندي الان دي عدد فردي وبالتالي الان على 2 دي لازم يا اما احط لها ان زائد 1 او ان ناقص 1. وبالتالي لو ده عدد فردي هتلاقي دي دلتا اكس ان للاف اي ناقص ان ناقص 1 على 2 زائد لابدا اكس اس ان للاف اي زائد ان ناقص 1 على 2. الكلام ده على 2 دلتا اكس اس ان برضه هيطلع زي الاوردر ودلتا اكس تربيع. امتى بستخدم اللي فوق وامتى بستخدم اللي تحت؟ الاثنين هيطلعوا لك نفس الدقه، بس ده لو الان عدد زوجي، انما ده لو الان زائد ايه؟ هو ناقص ايه؟ زائد نص مش كده؟
زائد نص شيء زائد واحد. انا زودت عليها مره نص فبقت 3 على 2، طلعت منها نص بقت نص. طيب دي سنترال وبريك، وانا عندي فورورد وبريك اللي هو الدبل، باكورد وبريك اللي هو النبض. عندي سنترال وبريك ده وده. طيب دي بعد كده بتتكسر او بتتكسر؟ انا عارف ان الدلتا عباره عن ايه؟ اف اي زائد 1 ناقص اف اي. الكلام ده غلط. اف اي ناقص اف اي ناقص 1. الكلام ده يطلع اف اوف اي زائد 1 ناقص 2 اف اي زائد اف اوف اي ناقص ال 1. لو جيت بصيت للترمات ليه سميت دول سنترال؟ ده جاي النقطة اللي قدامها حتة صغيرة والنقطة اللي وراها حتة صغيرة. طلع قدام نص ورجع ورا نص خطوة حوالين النقطة هنا نفس القصة. دلتا اكس نبضة اكس حوالين الاف ار. طلعت ايه؟ طلعت خطوة قدام النقطة ورجعت خطوة ورا النقطة وكمان استخدمت النقطة ذات نفسها. عشان كده دول سميتهم سنترال. طلعت قدام ورجعت ورا بنفس المقدار بنفس الويت. المعامل بتاع دي والمعامل بتاع دي بواحد. المعامل بتاع دي والمعامل بتاع دي بواحد. طيب هنا فورورد عشان استخدمت النقطة واللي قدامها، هنا باكورد عشان استخدمت النقطة واللي وراها. طيب ازاي بقى انا استخدم دول؟ ان انا اطلع الجزء بتاع الحضرات. لحظة بس دلتا نبضة اللي هي الأخيرة دلتا نبضة ماشي. هل الترتيب بيفرق؟ يعني لو لا اه هي دلتا ناقصة مش نبضة ناقصة. دلتا حاجة ناقص نبضة حاجة. ما ينفعش عكس. طيب أنا دلوقتي لو عندي مثلا دلتا إكس تربيع زي ما هيثم القانون اللي قدام ده، دلتا إكس تربيع لوحدها مالهاش معنى، لازم يبقى جايبها في نقطة معينة. اف واي اف واي زائد 1 اف واي زائد 5 اف واي ناقص 5. المهم دلتا اكس وسط حاجه او دلتا اكس حتى ذات نفسها من غير اف عند نقطه معينه او فانكشن عند نقطه معينه ملهاش اي معنى. ماشي ما ينفعش اكتب دلتا اكس تربيع بس. طيب دي قيمتها بكام؟ قال لي انت ما خدتش ازاي تفك دلتا اكس تربيع. امال خدت ايه؟ ازاي افك دلتا اكس للدلتا؟ يبقى انا هقسم دي لدلتا اكس بره. وبعدين دي دلتا اكس الاف ار. طيب لو دي كانت تكاليف هاخد التربيع بره وبعدين احسب دلتا اكس بس الايه؟ للاف ار. دي نص 10 هاخد دي نص 9 ودلتا اكس الايه؟ للاف ار. طيب عايز احسب دي احسبها ازاي؟ دلتا اكس تربيع وهنا دي للاف ار يبقى اف اوف اي زائد 1 ناقص اف اي. وبعدين اوزع دي هنا وهنا. تمام؟ يبقى دلتا اكس تربيع الاف اي زائد 1 ناقص دلتا اكس تربيع الاف اي. بعد كده فك بقى دي هخليها دلتا اكس للدلتا اكس اوف اف اي زائد 1 بس ناقص دلتا اكس للدلتا اكس مع الاف ار وهكذا. دي تبقى دلتا اكس واللي هو اللي تبقى ايه؟ اف اي زائد 2 ناقص اف اي زائد 1. ودي لعبه حلوه بس اهم حاجه ما تغلطش في الجامعه ما تغلطش في المعاملات. ماشي؟ خلي بالك ان دي اسهل طريقه اعرف اجيب بيها التفاضلات. انا متى ما احسبها دلتا اكس تكعيب بالاف اي اعرف من القانون بتاع الفورورد اطلع التفاضل الثالث مباشره. ماشي؟ يعني بعد دي ما اخلصها اعرف ازاي هطلع التفاضل الثالث بخطوه واحده. دي ناقص دلتا اكس ودي تبقى اف اي زائد 1 ناقص اف اي. ده يطلع ايه؟ دلتا اكس في اف اي زائد 2 ناقص اف اي زائد 1 مضروبه في الدلتا ناقص اف اي زائد 1 مضروبه في الدلتا. خدهم جمعهم هنا من دلوقتي. معلش زائد
افعل. انا ظبطتها بس عشان ما اغلطش في حته الاشارات، وقللت الترمات بدل ما هم اربعه ولا ثلاثه بس. بعد كده احسب جلد اكس لده. فاي زائد 2 ناقص 2 دلتا اكس من اف واي زائد 1 زائد دلتا اكس من اف واي. الكلام ده يطلع معاك في قد ايه؟ دي تطلع اف واي زائد 3 ناقص اف واي زائد 2. حطها بدل بس عشان ما تلخبطش. ناقص 2 ده اف واي زائد 2 ناقص اف واي زائد 1 زائد اف واي زائد 1 ناقص اف واي. كده خلصنا حسبنا ايه؟ الدلتا اكس تكعيب للاف واي. طيب بعد ما احسب دي انا خلاص طلعت منها اللي هي تطلع ايه؟ واي زائد 3 ناقص اف واي زائد 2 ناقص 2 اف واي زائد 2 يبقى ناقص 3 اف واي زائد 2. طيب ناقص 2 في سالب اف واي زائد 1 يبقى موجب 2 اف واي زائد 1. موجب اف واي زائد 1 يبقى موجب 3 اف واي زائد 1. واخر حاجه خالص سالب اف واي. ماشي يا جماعه؟ عشان تشيك على نفسك في الغالب القصه دي هتطلع المعادلات بتاعتها متماثله حوالين السنتر والاشارات ماشيه موجب سالب موجب سالب لغايه ما تخلص الترمات بتاعتك. ماشي؟ طيب دي كده قيمه الدلتا اكس فجايب للاف واي. عايز احسب منها التفاضل الثالث في الفورورد. لو عايز تكتب التفاضل الثالث فورورد هشتغل بالقانون الاول اللي بيقول لك دي دلتا اكس تكعيب للاف واي على دلتا اكس تكعيب. ده يطلع لك التفاضل الاول بس في اوردر دلتا اكس. الكلام ده هيساوي ايه من فوق اف واي زائد 3 ناقص 3 اف واي زائد 2 زائد 3 اف واي زائد 1 الكلام ده ناقص اف واي على دلتا اكس تكعيب لزائد اوردر دلتا اكس. طيب لو قال لك انا عايز التفاضل الثالث بس باكورد بدل ما عملت دلتا اكس تكعيب للاف واي هعمل دبل اكس تكعيب للاف واي. ماشي؟ لا لو عايز بقى اوردر اوف سكند اوف دلتا اكس تربيع ببص على التفاضل اللي انت عايزه ثالث ولا رابع. ثالث يبقى عدد فردي فبتطلع في الصيغه بتاعت العدد الفردي. لا يكون رابع ولا رابع اطلع سنتر. الاثنين دول سنتر. ماشي؟ الاثنين دول هيطلعوا لك سنتر. ماشي؟ بس القصه ازاي؟ ان انا ببص على الاوردر بتاعك او على الديجري او الاوردر بتاعك التفاضل لازم. انت عندك التفاضل الرابع يجي منين؟ قانون الأول أحسبه إزاي؟ قال لك هحط الـN بأربعة، لو عايز التفاضل الرابع هحط الـN بأربعة وأشتغل على الصيغة اللي فوق، ده يتبع التفاضل الرابع. مثال دلتا إكس أس أربعة زائد إف أس أربعة ناقص 2 زائد نمبر اكس اس 4 للاف اوف واي زائد 2 زائد 2. الكلام ده مقسوم على ايه؟ 2 دلتا اكس اس 4 زي ما طلعوا لك قدر دلتا اكس تربيع. ماشي؟ الناس اللي بتفهم قوي القصه دي هتطلع سنتر ولا ايه؟ انت عندك اوردر اي ناقص 2 عندك اي ناقص 2 او اف اي ناقص 2 انت بتحاول تطلعها لقدام بالدلتا بتاعتك هتطلع اي ناقص 1 وتطلع لك اف اي وهكذا. طيب وعندك دي انت بتحاول ترجعها لورا
يبقى اي زائد 2 واي زائد 1 واي وهكذا. يبقى انا عندي اول اي ناقص 2 واي زائد 2، يبقى عندي اي ناقص 2 واي زائد 2، اي ناقص 1 واي زائد 1. وبعد كده الاي، يبقى دي النقطه اللي انا هستخدم منها، وبالتالي انا رحت قدام النقطه بخطوتين وراها بخطوتين، يبقى انا طلعت ورجعت نفس المقدار فانا شغال صفر. نفس القصه لو انا عايز احسب مثلا تفاضل تاني، بس ساعتها هشتغل على ايه؟ الصيغه اللي تحت بتاعت العدد الفردي. الصيغه بتقول احسب دلتا اكس تكعيب يمين بالاف وفي ار ناقص ايه اللي ناقص؟ واحد على اثنين تفاضل التاني ناقص واحد يبقى اثنين، على اثنين يبقى دي اي ناقص الواحد زائد نقطه تكعيب اكس للام اوف اي زائد الواحد. الكلام ده على اثنين دلتا اكس تكعيب، فيطلع لك زائد اوزر دلتا اكس تربيع. لقيت دي لو انا طلبت اوردر اوف دلتا اكس تكعيب، الريكورنس القوانين اللي انت خدتها كلها هتقف. يعني لو قلت لك عايز تفاضل الاول اوردر اوف دلتا اكس تكعيب، غصب عني وعنك هيشتغل كتير، ما ينفعش تشتغل بدي. اقعد بقى ارص في معادلات واشوف مثلا انت عايز التفاضل الاول اوردر اوف دلتا اكس تكعيب، يبقى انا محتاج اهمل الاول اوردر اوف دلتا اكس اس 4 ماشي؟ عشان لما اجي اقسمها على الدلتا اكس اللي هو عامل التفاضل الاول تطلع لي اوردر اوف دلتا اكس تكعيب. طيب عشان اعمل القصه دي انا اهملت من اول التفاضل الرابع، وانا محتاج التفاضل الاول يبقى لازم اكنسل الثاني والثاني. اكنسلهم ازاي؟ اضيف معادلتين. يبقى لو انا شغال فورورد هشتغل المعادله الاولانيه، هتبين لك اللي انت عايزه واللي انت هتعمل من الاول فين واللي انت عايز تكنسله. بعد كده انا عايز اكنسل ترمين، يبقى انا محتاج اضيف معادلتين، يبقى اف اوف اكس زائد دلتا اكس، اف اوف اكس زائد 2 دلتا اكس، اف اوف اكس زائد 3 دلتا اكس. دول الثلاث معادلات اللي انت هتشتغل بيهم، هتظبط المعاملات عشان تحصل على بارشل اف وبارشل اكس اوردر اوف دلتا اكس تكعيب. ماشي؟ طيب لو انا عايز اوردر اوف دلتا اكس اس 4 على التفاضل الاول، هعمل من الاول اوردر اوف دلتا اكس اس 5 واضيف معادله عشان اعمل الترم او اكنسل الترم الجديد. طيب كده احنا خلصنا طريقتين. طريقة اللي بعد كده بيسميها كلهم اخر طريقه في الشطر. الطريقه في الشطر بس ايه؟ حته صغيره كده. الشطر مش مفصل. الشطر انت لو دخلت موضوع الحفظ لا هتفهم هو بيضيف معادلات بناء على ايه؟ ولا بيكنسل الترمات بناء على ايه؟ ولا بيطلع الوضع الافضل ازاي؟ دي هندسه كبيره. قول اللي انت عايزه. قول اللي نفسك فيه. طيب. تاني الطريقه اللي عندي هي بولينوميال. دي انت سمعتها شويه صح؟ في جوان كثير حلول الكلام ده خدته في الجبر. بولينوميال يبقى انا هعمل الداله بتاعتي على صوره داله كثير حلول، وبعدين استخدم الداله دي ان انا اجيب التفاضل اللي انا عايزه. ازاي الكلام ده؟ قال لي هيجي يقول لك استخدم سكند اوردر او سكند ديجري بولينوميال. يعني ايه سكند ديجري بولينوميال؟ يعني معدل الدرجه الثانيه. معدل الدرجه الثانيه يعني الصوره العامه بتاعتها ايه؟ اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي. طيب لو قال لك استخدم سيرف بولينوميال يبقى ايه؟ اكس تكعيب زائد بي اكس تربيع زائد سي اكس زائد دي. يبقى على زي ما يقول هستخدم. وبعدين قال لي هتيجي تحط بدايه المحاور بتاعتك عند النقطه اللي انت هتشتغل عندها عشان تحسب التفاضل. يعني ايه؟ يعني كان النقطه دي احط المحور ده عند الاكس اي اللي انا عايز احسب عندها التفاضل الاول او الثاني او الثالث او زي ما هيطلب. طيب لو جه قال لي مثلا انا عايزك تستخدم سيرف ديجري بولينوميال
عشان نجيب له التفاضل الثاني. ده مثال. نبدأ نحل بيه ازاي؟ قال لي مستخدم الاربع نقط اللي قدامك. الراجل يعني بيدلك على الخير ويقول لك النقطة دي اسمها اكس اي، دي اسمها اكس اي زائد واحد، دي اسمها اكس اي زائد اثنين، ودي اسمها اكس اي زائد ثلاثة. وبيقول لك ايكوال سبيس، يعني النقط دي المسافات ما بينهم متساوية، يعني دلتا اكس متساوية ما بين النقط دول وبعضها، يبقى دي كده دلتا اكس، اللي وراها برضه دلتا اكس، اللي بعدهم برضه دلتا اكس. طيب لو ان ايكوال سبيس دي يعني ايه؟ يعني لو هي ممكن تبقى الفرق ما بين النقطتين 1 من 10، انما الحته دي 2 من 10، الحته دي 3 من 10. طيب في الحاله دي هعمل ايه؟ لو انا شغال مثلا على الحتتين دول بس، دي 1 من 10 ودي 2 من 10، هفترض واحده منهم اسمها دلتا اكس اللي هي 1 من 10، والثانيه اقول له دي اسمها الفا دلتا اكس، حيث الفا في الحاله دي 2 من 10 بيطلع ايه؟ 2. 2 دلتا اكس، فبالتالي اقول له الفا في الحاله دي ب 2، وهكذا. فالان ايكوال سبيس زي ما هنشوفها بعدين. يبقى ايه؟ لو قال لك ايكوال سبيس يعني النقط دي المسافه ما بينهم واحدة أو متساوية اللي هي دلتا اكس. طيب كل واحدة من دول قصادها نقطة على المنحنى، دي هيبقى قصادها اف اي، دي قصادها اف اي زائد واحد، دي قصادها اف اي زائد اثنين، دي قصادها اف اي زائد ثلاثة. اف اي دي اهي، اف اي زائد واحد دي القيمة اللي المفروض هنا، اف اي زائد اثنين دي القيمة اللي المفروض تقراها من هنا، اف اي زائد 3 دي القيمه اللي انت هتقراها من هنا. طيب استخدم النقط دي ازاي عشان اكون الفورمولا بتاعتي عشان احسب التفاضل الثالث؟ قال لي مش دي سيرد دي بي، يبقى بالتالي الاف بتاعتي اف اكس هتساوي ايه؟ اكس اي تكي زائد بي، او خلينا اكس الاول، اكس تربيع زائد سي، اكس زائد الجي. فبيقول لي لو انت اشتغلت على النقط دي بالترتيب، اكس اي بتاعتك بكام؟ هي بدايه الناحيه صح؟ وبالتالي قيمه الاكس اي بصفر. طيب اكس عند الاي زائد 1 بدلتا اكس، الله ينور عليك. طيب اكس عند الاي زائد 2 ب 2 دلتا اكس. طيب اكس عند الاي زائد 3 3 دلتا اكس. يبقى انا عندي النقطة دي اكس بتاعتها بصفر، النقطة دي اكس بتاعها بدلتا اكس، النقطة دي اكس بتاعها ب2 دلتا اكس، اكس بتاعت النقطة دي 3 دلتا اكس. طيب وبعدين؟ قال لي هستخدم الاثنين دول هم النقط اللي انا شغال عليها، ما عدا ان انا احسب او اكون له ايكويشن. ازاي؟ قال لي هو الاكس اي دي عند الصفر دي تعني ايه؟ ان الاف اكس اي اللي هي قيمتها اف اي صح؟ طيب دي تطلع عباره عن ايه؟ قال لي المفروض ان هي ايه؟ اكس اي تكيف زائد بي، اكس اي تربيع زائد سي، اكس اي زائد دي. فبالتالي انت معاك ان اف اي يساوي دي بصفر، صفر زائد دي. يبقى انا طلعت من دي اف اي مباشره من اول معنى تاني تاني. ايوه تاني. طيب يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ الاربع نقط اللي انا هشتغل عليهم، هطلع عن كل واحده من دول قيمه الداله، هشتغل عند النقطه الثانيه قيمه الداله اف اي زائد واحد. طيب ومن الناحيه الثانيه هعوض على الاكس اي بدلتا اكس، ماشي؟ يبقى انا الاول كونت اول معادله، هنزل بس عشان الناس اللي بتربط، هنزل دي تحت، دي اكس اي زائد 1، دي زائد 2، دي اكس اي زائد 3، عشان الدنيا ما تبقاش
دي استخدمها وصلت. انا احط ايه؟ اف اي زائد واحد خلاص احنا احفظها بتساوي A دلتا X تكيف زائد B دلتا X تربيع زائد C في دلتا X زائد D. طيب بعد كده F of I زائد 2 هتساوي A في 2 دلتا X لكل تكيف صح؟ ينفع اخليها هنا 8 ودي تبقى دلتا X تكيف للتسهيل ده زائد 4 ب دلتا اكس تربيع زائد 2 سي دلتا اكس زائد دي. اخر معادله بالنسبه لي اللي هي اف اي زائد 3 الكلام ده يطلع ايه؟ في 3 دلتا اكس تكاليف يعني 27 ايه؟ دلتا اكس اس 3 زائد 8 ب دلتا اكس اس 9 معلش 2 تربيع مش 2 تربيع 3 تربيع زائد 3 سي دلتا اكس زائد دي. دول كم معادلة؟ أربع معادلات صح؟ فكم مجهول؟ أربع مجهول اللي هما السواد A B C D ماشي؟ طيب ايه والبي والسي والدي؟ لو انا عرفت قيمتهم يبقى انا عرفت ايه؟ طيب لو عرفت المعادله يبقى انا اقدر اجيب تفاضل الاول وثاني وثالث للنقطه اللي انا عايز اشتغل عندها. هي طويله شويه بس هتمكنك خطوه واحده ان انت بعد ما تعرف قيم السوائل A وB وC وD يبقى انا عرفت الايكويشن اقدر احسب بعد كده التفاضل اللي انا عايزه. طيب القصه دي عملها ازاي؟ قال لي صور على صفر انت عندك اول معادله اللي هي الاف ار تساوي دي يبقى انت جبت احد الثوابت بقيمه الفانكشن خلاص عوض بيه اف اي اف اي اف اي يبقى الدنيا دي سهلت عليك بدل ما تكون 4 في 4 في 3 في 3 طيب هجيب القيم دي ازاي؟ ادي نفس القصه بتاعت كنسلت الترمات بتاع تيلور سيريز ازاي؟ قال لي اسهل حاجه لك من ناحيه المنظر كده انا شايف الجمله دي سهل ان انت تضربها في اي رقم عشان تكنسل تيرم من هنا وسهل ان انت تضربها في اي رقم عشان تكنسل تيرم من اللي تحت. يبقى انا هستخدم الاولى مع الثانيه والاولى مع الثالثه عشان اكنسل ترم من الثلاث ترمات وليكن مثلا السي يبقى انا استخدم الاولى والثانيه او لو انت مرقم خلينا نشتغل دي واحد اثنين ثلاثه اربعه اضرب المعادله رقم اثنين في سالب سالب اثنين اثنين واجمعها على ثلاثه ثلاثه هتطلع لك ايه؟ هتطلع لك معادله في ايه؟ وبي وحدد بقى فانكشن ايه اوف اي واف اي زائد واحد واف اي زائد اثنين والقصه دي ماشي؟ يبقى ده هتطلع ايه؟ ده معين وبي ده معين وبعدين حدد حاجات بقى اف اي واف اي زائد واحد واف اي زائد اثنين. طيب القصه دي عاملها مع واحد مع اثنين معادله رقم اثنين والمعادله رقم اربعه اربعه ان انا كنسل برضو السي ازاي؟ هضرب الاولى في سالب 3 واجمعها على 4 معادله رقم 4 هتطلع لك دي سالب 3 سي اكس سالب 3 سي دلتا اكس وهنا موجب 3 سي دلتا اكس الاثنين هيروحوا مع بعض يطلع من الثانيه والرابعه معادله ثانيه فيها كوفيشنت للاي وفيها معامل للبي زائد شوية حاجات فيهم ايه؟ اف اي واف اي زائد واحد واف اي زائد ثلاثة مش اف اي زائد اثنين ماشي؟ يبقى هنا اف اي واف اي زائد واحد واف اي زائد ثلاثة. طيب بعد كده المعادلتين اللي طلعوا معايا من هنا ها؟
هستخدمهم مرتين مع بعض. المره الاولانيه عشان اكنسل معاملات البي وبالتالي اطلع قيمه الايه، والمره الثانيه عشان اكنسل معاملات الايه واطلع قيمه البي. يبقى انا مره استخدمهم عشان اطلع الايه، مره استخدمهم هما الاثنين برضه عشان اطلع البي. طيب بعد ما اطلع الايه والبي اعوض في التقريبا 2 3 4 اي واحده فيهم عشان اطلع قيمه سي. طيب طلعت الايه والبي والسي والبي معايا من اول معادله، يبقى انا كده طلعت العلاقه خلاص صح؟ طيب بعد ما اطلع قيمه السؤال الدوري اعمل بيهم ايه؟ قال لي شوف كده، لو انت محتاج التفاضل الاول ممكن يجي ازاي؟ قال لي التفاضل الاول بشر اف بشر اكس معادله ايه؟ يبقى التفاضل الاول بيقول لك 3 ايه؟ اكس تربيع زائد 2 بي اكس زائد سي. طيب والتفاضل الثاني بيقول 6 اي اكس زائد 2 بي. طيب والتفاضل الثالث 6 ايه؟ يبقى القيمة اللي أنا حسبتها للإيه هناك حاجة أضربها هنا في 6 أطلع قيمة التفاضل الثالث مباشرة. طيب عايز تطلع التفاضل الثاني، أنت بتضرب الكام البي؟ إكس اللي أنت هتشتغل عليه. لو أنا هشتغل على النقطة عشان أحط عندها المحاور والإكس بتاعها بصفر، يبقى التفاضل الثاني بتاعها هيرفع 2 قيمة البي اللي أنت طلعتها. طيب لو انا عايز التفاضل الاول انا شغال عند نقطة قيمة الاكس اي بصفر، يبقى لو ده بصفار يبقى قيمة التفاضل الاول تطلع ان هي قيمة السي. ماشي، يبقى عندي التفاضلات بالترتيب عند نقطة اكس اي هتطلع سي 2 بي و6 اي. ماشي، ده عشان الاكس اي انت شغال عندها بايه؟ بصفر. يبقى فاهم ان القصة دي طولت معاك شوية في الحل، بس قدرت ان انا اطلع التفاضل الاول والثاني والثالث عند نفس النقطه دي. طب ده في فانكشن، ما هو اكيد بص انا معايا معادله هنا فيها ايه وبي وفانكشن اف اي واي زائد 1 واي زائد 2، نفس القصه للمعادله الثانيه. فاكيد لما اجي احسب هطلع بالراجل دول. ماشي، مش ارقام دول بقى هعوض بيهم كارقام لو لما ادوهم لك في المساله، يعني لو ادوهم لك وعامل لك جدول في المساله وقال لك وبعدين بعد ما تخلص الدنيا دي بالاستنتاج هات لي قيمه بقى 10 3 اكس و 10 اكس تلاقيه كرقم. الراجل راح مدي لك في جدول اكس ار واف ار او اكس وايه فيكس وادالك هنا بلاي شغال عند هذه النقطة، هنا شغال عند نقطة اكس اي من الأول، يبقى أنا هاخد دي على إن دي أر ودي أي زائد 1 ودي أي زائد 2 وهكذا مع بعض. ماشي؟ حد عنده مشكلة يا عم؟ خد الكلام لسه 10 دقايق.